كذا وعشر أسرة للأطفال حديثي الأولاد. يوجد بمستشفى الشيخ زايد قلنا هي في الدور الأرضي قسم متميز جدا للطوارئ مزود بأربع سيارات إسعاف بسرعة نقل المريض من وإلى المستشفى. يوجد به مدخل خاص قسم الطوارئ مزود بغرفة عمليات كبرى مزود بمعمل خاص قسم الأشعة اللي يعتبر قسم الطوارئ مستشفى قائم بذاته. ايضا في الدور الارضي اللي احنا موجودين فيه حاليا موجود فيه قسم عالي جدا للمعامل المنطقيه وبنك الدم متوفر فيه جميع وسائل الدم. ايضا يوجد قسم للاشعه يوجد فيه عدد 2 جهاز اشعه اكس يوجد جهاز للسونار جهاز للشوبلت واشعه مقطعيه واشعه الفانوراما. وننشط ان شاء الله في القريب العاجل تجديد القسم بجهاز للرنين المغناطيسي. يوجد ايضا الدور الارضي تهم وتخص الشعب المصري بشكل عام ومنطقة منشير ناصر بشكل خاص وأيضا المناطق المجاورة للمنشير. أولينا اهتماما خاصا أثناء تنفيذ هذا المشروع بأن يكون هذا المشروع أن يوفر هذا المشروع أفضل المعايير الطبية الصحية وأن يكون مجهز بكافة التجهيزات والمعدات الطبية المتكاملة التي سوف توفر أفضل الخدمات الطبية للشعب المصري.